طيب من الآخر وقبل لا أبدأ الحكي، أهل قطر أهلنا، مالنا غنات عنهم ولا أهم لهم غنات عنا، نحبهم ونودهم ونعزهم ولا نرضى عليهم. ولأنك يا شيخ جاسم بن حميد يا رئيس وزراء قطر، لأنك من أهل قطر فأنت بالتأكيد مشمول وداخل بهالمحبة والمعزة، محبتنا ومعزتنا لأهل قطر. لكن يا شيخ جاسم اسمع الرأي الآخر، يعني اسمع صوت غير صوتك، غير صوت اللي قاعدين يشيرون عليك وكل ساعة رافع دعوة علينا، يعني اسمع الرأي الآخر، وجهة النظر الأخرى. انتوا بعد ما يبيل انتوا أهل الرأي الآخر، انتوا مو عندكم برنامج اسمه الرأي والرأي الآخر ولا شو اسمه هذا البرنامج مال خفيف الطينة هذا شو اسمه قلتوا لي؟ أي اتجاه المعاكس، الاتجاه المعاكس اللي قدمه الأخ، برنامج وايد يعني حلو واللي قدمه خفيف طينة. فسمعنا شيخ جاسم، اسمعش عندنا ايش راح نقول لك. الجزيرة شالت وشدخت بالكويت وأهل الكويت لين قالت بس، ما بقى واحد يعني يكره الكويت، ولا بقى واحد حاقد على الكويت، ولا بقى واحد ما يحب الكويت، ولا بقى كذاب ولا أثاك إلا ويابته وخلته يسطر على بالاستديو ويطلع قدام الأوادم ويقعد يحكي على الكويت حكي ما ينقال. يعني خلنا أكون صريح وياك، وايد انغثينا من الجزيرة، وايد ضايقتنا الجزيرة، ومع ذلك طوفنا وطوفنا وقلنا يلا من أجل عين تكرم ألف عين لعيون أهلنا في قطر، ولا فكرنا نرفع قضية ولا رفعنا قضية، مع أن كلام مثل السم يقعدون ويكذبون وواحدهم يدلقهم الشذوب على هالكبر وهذا المذيع لا عشان كذي أهل الكويت ما يحبونهم، عشان كذي ما حد يحب أهل الكويت، وتدلقهم من هالشذوب هذه. الحين احنا يوم جينا انت الآن آخر قضية شحق رفعتها علينا؟ رفعتها علينا عشان كتبنا مانشيت قطار الإيداعات المليونية يمر عبر قطر. شو كتبنا المانشيت هذا؟ قطار الإيداعات المليونية يمر عبر قطر. عضو مجلس أمة أعتقد سعدون حماد طلع، أبو حماد، ويمكنه بعده بالمستشفى نقول له خطاك السو ما تشوف شر يا أبو حماد، المراد أنه طلع بمؤتمر صحفي وقال عندي مستندات وعندي بيانات وعندي أوراق وهذه مستنداتي. إحنا بعد وسيلة إعلامية، إحنا جريدة بنصد بنحقر، إذا إحنا ما حطينا غيرنا بيحط. فنشرنا الكلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي منه عضو مجلس الأمة، وعلى الصفحة الأولى نفسها نشرنا أيضا تكذيب ونفي لمكتب المحاماة اللي أنت موكله. يعني المؤتمر الصحفي نشرنا تفاصيله أو الكلام اللي نقال فيه، ونشرنا أيضا من باب العدالة والتوازن النفي أو التكذيب من المكتب الصحفي من المكتب المحامي اللي مثلك اللي أنت موكله. بالله عليك يا شيخ جاسم، وين الغلط؟ وين الغلط؟ شيخ حمد بن جاسم انا شاب، انا من اول كلامي كنا مو بس هالسقمه هذه، السقمه اللي قبلها وانا قاعد اقول شيخ جاسم بن حمد، انا اسف اعتذر. الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر، والنعم فيه والنعم بهالقطر كلهم. فرد حق موضوعنا، وين الخطأ يا شيخ حميد؟ وين الخطأ؟ وين الغلط اللي احنا ارتكبناه وسويناه؟ عضو مجلس الأمة طلع بمؤتمر صحفي وكتبنا اللي قاله كوسيلة إعلامية، هذا واجبنا، هذا عملنا، هذا شغلنا، هذه وظيفتنا، وفي نفس الصفحة حطينا رد المكتب اللي مثلك اللي انت موكله انه هذا الكلام غير صحيح. عطنا الجريدة خراز ومشاري، شوفوا قطار الإيداعات يمر في قطر، شوف في نفس الجريدة في نفس الصفحة، الصفحة الأولى كان مكتب مشاري العصيمي للوطن، سنقاضي باسم شيخ حمد بن جاسم من نشر الوثيقة. يعني إذا الخبر جدا كان متوازن، وماني عارف أنا وين الغلط. لكن بالمقابل يا شيخ حمد،
حمد بن جاسم، لان مساء انا صار لي ساعه وانا اقول جاسم بن حمد، والاخوان بالكنترول ما حد صلح لي بعدين. المراد شوف الجزيره شو تقول عن الكويت وهالكويت. انا بعطيك نموذج صغير من الكلام اللي تقوله الجزيره. احنا طبعا هذه مو القضيه الوحيده اللي رفعها علينا الشيخ حمد بن جاسم، سيل من القضايا علينا وعلى غيرنا، على يمكن الشاهد، وعلى اعتقد على سكوب، وعلى مجموعه من الجرايد ومجموعه من القنوات. ولا نزعل ولا يضيق خلوقنا، بس نقول شنو المطلوب منا احنا اهل الكويت ان تصير صدورنا هالكبر، صدر كل كويتي يصير صدر حوت يتقبل كل شيء ويستقبل كل شيء ويسامح على كل شيء ويطوف كل شيء حق الجزيره. لكن انت شيخ ما تطوف لنا هالكبر. هذا اذا غلطنا، احنا ما غلطنا، احنا حتى هالكبر هذه ما سويناها، ما غلطنا. عطنا بعض نماذج الجزيره. انه انا خليجي والكويت اولا، شو الكويت اولا؟ ما كل الكويت قريب، هذا كل الكويت قريب. الكويت دولة مش قريب. ثم النفط. طيب. يا سيدي انا مش عم بحكي دولة. الكويت في بالمقاييس العالمية قريب. لا دولة. بالمقاييس العالمية. دولة. اسمها دولة. يا سيدي. نعم. طيب خليني اكمل كلامي. ما فيش عندي وقت، ما في عندي وقت خلص. مصطفى بكر الكلمة الأخيرة لك، ماذا تريد أن تقول؟ هذا ما في حق ابدا. دقيقة. لسه متكلم، هذا ما في حق ابدا. انت غير عادل، انت بدأت، انت غير عادل، انت بدأت، انت مصطفى، انت اقعد يا مصطفى بكري، انت بدأت، وصير انت يا سيد، اقعد يا مصطفى بكري، اقعد يا مصطفى بكري، في واحد غيرك يقعد البرنامج، عيب عليك مصطفى بكري، عيب عليك، ما تخليني اتكلم، العيب عليك، لا عيب عليك، انا ما خليت طول الكلام، ما خليتك تتكلم، انت انسان، اقعد يا مصطفى بكري، خلي واحد غيرك يدير، انت مش انت بتعلمني الاعلام، انا اعلمك، انت بس مشهور عنك على كل هذا الشيء، انت المفروض خليني اتكلم. الكلمه الاخيره لمصطفى بكري، مصطفى بكري الكلمه الاخيره لك، تفضل. هو البديل الذي جلبه جورج بوش الى العراق؟ هل ان البديل الذي جلبه، اسمع اذا بتريد، اسمع، جاب الديمقراطيه، اسمع، انت طلبت مني الا اقاطعك، منك لا تقاطع، اسمع، لا تقاطع، كن ديمقراطيا وتعلم الديمقراطيه، انا متعلم، عليك ان تتعلم الاستماع عندما انا متعلم الديمقراطيه، انت ما تعرف الديمقراطيه. دكتور فيصل، بس دقيقه، بس دقيقه، اذا بتريد دكتور، مش شخصيا، تفضل، مش تبع في مقاطعه، اذا بتريد، اذا بتريد، نعم انا مشتبه به كمقاوم وانتم مشتبه بكم كعملاء. احنا هذا الشيء عمل، انت العميل وتعرف انت عميل، اسمع اسمع اسمع، الوثائق تثبت ذلك، اسمع اسمع، انت عميل، اترك المجال، بلدك هذا موضوع، بس انتم مولتم الحرب الامريكيه على العراق، لا تنسى هذا. وهي التي تركت اراضيها وبحرها واجواءها للقوات الامريكيه لاحتلال العراق. كم صرفت من المليارات من الكويت والسعوديه على تحريض العراق من أجل حربه ضد إيران؟ أن المملكة العربية السعودية والكويت ومصر قد أقاموا غرفة عمليات سرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل هذه المعركة لإزاحة حزب الله من جنوب لبنان ومن أجل القضاء على حماس في فلسطين. إذا يعني كان هناك تورط عسكري أيضا؟ ولكن لأني أشم رائحة كريهة جدا من هذه التصريحات التي هي غير عفوية. تصريحات من؟ سعود الفيصل وامثاله وسفير وزير الكويتي في مؤتمر وزراء الخارجيه العرب في مغامره محسوبه جدا من ال سعود ومن ال الصباح. من اجل ماذا؟ من اجل اوامر امريكيه. شو هالتنميه الخليجيه وشو هالنهضه الخليجيه؟ عاملين لي فقط ابراج وما ابراج. اهتموا بالعلم، اهتموا بالناس، طيب، اهتموا طيب. بال 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 بالنهضة. مش تعمل لي أبراج وتقول لي هذه نهضة. الأبراج جزء من التنمية، كأنه الجزيرة واللي أشعلت الوضع وإلى آخره. الجزيرة هذه اللي تشوفها بين قاعدتين أمريكيتين، لولا هالقاعدتين الأمريكيتين ما عاشت ترى. وهذا ما جيت أنت ولا أنا نتحدث فيها هني، وبالتالي الفضل للعنبوش وجماعة عنبوش اللي خلوك تجي وتتحدث ويصير لك لسان. أنا أسألك سؤال يعني بصراحة، بالله أنت مصدق الكلام اللي حكيته؟ أن تدعموا القضية الفلسطينية هذا واجبكم، هذا أقل ما يمكن أن تعملوا القضية الفلسطينية. أما أن تقول لأبو مازن تربى عنا وفلان تربى عنا، هم قدموا وبنوا على الفلسطينيين، بنوا في الكويت، بنوا الكويت يا سيدي بجهودهم وطاقاتهم، وبالآخر قلت لهم مع السلامة مجرد اختلفتم مع صدام ولموقف سياسي، قلت لهم مع السلامة، طردتوهم من البلاد. طيب. وهم الذين بنوا البلاد.
اي والله صادق يعني الريال يقول لمجرد انكم اختلفتوا مع صدام مشيتوا الاخوان الفلسطينيين. اي والله مجرد اختلفتوا مع صدام موقف سياسي، كنا نلعب كوت وياه واختلفنا دائما ولا حاس صاحي ولا مجنون. ريال دش واحتل ديره كامله وذبح اللي ذبح واغتصب وباق وحرق وينك انت؟ وين طب من اي كهف طالع انت؟ شكله يعني. خلونا بعد نشوف الجزء الثاني. ابي شيخ تكفى تركز معاي شيخ حمد، ابي تركز معاي باللي شفته وباللي تشوفه ثم تقول انصافا وعدالة أينا أولى برفع دعوة على الآخر؟ أنت ترفع علينا دعوة لأن كتبنا الخبر اللي كتبناه يعني بالترتيب على ما قيل في المؤتمر الصحفي لعضو مجلس الأمة سعدون حماد، وحطينا على نفس الصفحة تكذيب مكتب المحاماة اللي مثلك. هل أنت الأولى برفع دعوة علينا ولا إحنا اللي لازم نرفع دعوة على سيل هالسب والكلام البذي والردي اللي قاعد ينقال على الكويت؟ واسمع زود، اسمع. أولا لاحظنا أن أمير الكويت كان آخر الزائرين للتهنئة بالانتصار على إيران، في حين كانت المستفيد الأول هي الكويت من خوض الحرب التي قدمنا فيها مئات الآلاف من الشهداء، خضنا في بحر من الدم من أجل الدفاع عن عروبة الخليج وفي مقدمتها الكويت. أمير الكويت كان آخر من زار العراق للتهنئة. الحم على الأسف يعني أنه تفكير عشاير، فلان زارني آخر واحد ولا أول واحد؟ إذا مو أول واحد أروح لآخر قبيلتي وغزي. يعني هل يجوز أن نغزو دولة وبعدين والله من بين الأسباب أنه رئيس الدولة جاني متأخر؟ يا أخي إن شاء الله ما جاك. لو سمحت قطعني، اسمح لي. أولا أحب أقول لك كلمة سريعة، إحنا ما إحنا متكافئين في النقاش، أنا رجل حر أقول اللي أقول وأروح بيتنا وأنام. أنا أدري أنت مشكلتك لو خرجت على النص الله يستر. لا أبدا، لا أرجوك أبداً يعني أرجوك لا تقاطعني، لا تقاطعني. أمثل الشعب العراقي هنا. أنت ما تمثل الشعب العراقي. لا أمثل الشعب العراقي. أنا أدعي أمثل الشعب العراقي. لا أنت مثل الشعب العراقي. لو سمحت أنت مرتزق للنظام الكويتي. شكرا شكرا حبيبي. عفوا لنبقى في إطار النقاش لو سمحتم. تفضل. أنا على كل عندي مشكلة إني لا أستطيع أن أنزل في نقاشي إلا إلى مستويات معينة. لما ينحدر النقاش لا أستطيع. لنبقى في إطار الموضوع. سيد مختار. دكتور ربعي. إذا بنستخدم في إطار النقاش. لنبقى في إطار النقاش. إذا بتستخدم هذه الاصطلاحات أنت راح تفوق طبعا بالشتيمة. أنتم طبعا. أبدا. أنت قلت قبل قليل أنه أنتم مع الشعب العراقي وأنتم تتعاونون مع الشعب العراقي وتقدمون له حتى الطعام إلى ما هنالك. سيد مختار قال بالعكس أنتم تشدون على يد أمريكا. طيب كيف تفسر هذا المنظر الذي شاهدناه في الأمم المتحدة قبل أيام ومندوب الكويت لدى الأمم المتحدة يشد على يد نظيره الأمريكي وهو في ذروة النشوة يعني وهناك الكثير من الشماتة في هذا؟ كيف ترد على هذا السؤال؟ أولا هل يجوز لما تنشر صورة في صحيفة أو تنشرها وكالة أنباء لمندوبين في الأمم المتحدة واقف المندوب الكويتي فوق المندوب الأمريكي ويتداعبان أو يتكلمون أنه هذه تعني موقف سياسي؟ أعتقد أن الأمور تفسر بهذه الطريقة. يعني هذه انتقائية أن نأخذ صورة من وكالة أنباء ونقول هذه تدل على ليش ما نأخذ صور الأخرى؟ يا رجل أخي أنت لو تعرف اللي صار بالكويت مو احتلال، لو احتلال كثير من الدول احتلت وعادت المياه لمجاريها. حدث في الكويت اغتصاب حقيقي لكل شيء. الأخ اللي أمامي الآن رئيس تحرير صحيفة، المطبعة اللي يطبع فيها افتتاحيتها مسروقة من القبس جريدة كويتية. وبالتالي احنا ما نتكلم عن يا دكتور. لا تقاطعني من الموضوع الأصلي اللي أنتم ضعفاء بالدفاع عنه إلى موضوع ثانوي اللي هو اتهامات وكلام خشن. شنو مثلا اللي قلت الآن؟ العراق لم يغتصب الكويت. أوف. أبداً. أبداً. ما حرقت نفط ولا لا أبداً. ولا سويت شيء. البريطانيين حرقوا النفط. أوه. نعم هناك اعترافات من بريطانيا نشرت في الصحف. اثنين إذا أنت ما تدافع عن النظام الكويتي أسألك سؤال. أخ. أنا ضد النظام الكويتي. أنت ضد النظام الكويتي؟ نظام ديمقراطي بمناسبة. ديمقراطي. أنا أقدر أوقف وأسوي أي شيء بالكويت ولا الحمد لله. لا أبداً. وقبل ما أنهي كلامي أرجو أن تسمعني، أكو مثل شعبي عندنا يقول الله من يغضب على النملة ينطيها جنائح حتى تطير هنا وهنا ويطيح لها واحد ويضربها. طيب. الكويتيين طلعت جناحهم إن شاء الله يبون تحت نعل
ان شاء الله يقعون تحت نعل ان الكويتيين يعني لانهم صغار صار لهم جناحين. يعني هذا نقاش مؤسف ان العالم العربي نتحدث انه فلان كبير وفلان صغير, لانه هذه كارثه. سبب تحضر اوروبا ان لوكسمبورغ الصغيره اللي اقرب للكويت لها نفس الصوت مثل فرنسا وبريطانيا لانهم متحضرين. رحلات الى مصر وغير مصر والخارج يستبكون البشر والجميع على هؤلاء الاسرى وكانهم علماء ذره. يعني انا مش شايف لا او نوبلزم, يعني لا معاهم جائزة نوبل ولا علماء ذرة ولا ليهم كيان. أسرى مجهولين وعاملين لغاغة و و و و ومجلس أمة كويتي عبارة عن حكايات وقصص وحواديت لا تزيد عن الطرب السياسي اللي احنا بنسمعه. كم خسر الكويت من البشر, والبشر أثمن من أي مادة حينما دخل العراق إلى الكويت وانسحب؟ مقابل كم خسر العراق حتى الآن في ظل الحصار الذي تشجع عليه حكومة الكويت؟ خسرنا 1.5 مليون وكم إنسان. خسر الكويت؟ لم يخسر أكثر من بضعة أفراد لا يتعدون حوادث المرور في السيارات. يا سيدي, أن يموت واحد أو مليون, أن يموت في الكويت 10 أو يموت في رواندا 3, هذول بشر. طارق عزيز أسبوع قبل يومين يقول الأسرى الكويتيين شنو ذهب؟ طبعا ذهب, البشر أغلى من الذهب. مشكلتكم أن البشر عندكم ما لهم قيمة يا أخي. ولهذا اسمح لي اسمح لي ولهذا تقارن القضية البشر مثل الخرفان. الله يرحمك يا دكتور أحمد. هذا الرجل ما يتعوض, حقيقة ما يتعوض. على كل حال, اللي شفتوه كله واللي شفته يا شيخ حمد, يعني إذا كنت قاعد تتابع الحين أكيد أكو من يسجل لك الحلقة ويوريك إياها, ترى هذا قيض من فيض وقليل من كثير. ولا إحنا لو نبي أن تتبع مسبات الجزيرة لنا ومغثتها لنا والغثة اللي يعني 24 ساعة مثل السهام المصوبة إلى الكويت وأهل الكويت, ما نخلص, يبين لنا 30 حلقة وما نبد على كل ما قالته الجزيرة. ومع ذلك حقرنا وسكتنا وصدينا وسوينا روحنا ما نسمع ولا نشوف ولا رفعنا قضايا. هذه محاكم قطر, قدموا لي يا أهلنا في قطر, قدموا لي قضية رفعها واحد من هالمليون وربع كويتي اللي موجودين بالكويت ضد قناة الجزيرة في قطر. بينما شيخ حمد انت يعني مو مقصر في رفع القضايا. احنا ما نقول هذا محقق, ترى هذا حق, وانا اقول اللي يروح حق المحكمه هذا شخص متحضر. يعني بعد يعني اتصور ما في ارقى ولا يعني اكثر تحضرا من هكذا اجراء. انا لي حق عندك حلين خيارين, ياي واشيل وشدخ فيك واطقك او اني اروح المحكمه واخذ حقي بالمحكمه. احنا ما نقول, لسنا يعني نعترض على هذه الجزئيه ولسنا نناقش هذا الأمر اللي هي روحتك للمحكمة, بس نقول وسع صدرك يا شيخ واسمع الرأي الآخر وتفهم سقف الحريات المرتفع في الكويت. احنا قاعد يعني نتفهم شئنا أم أبينا هذا الواقع اللي قاعد تسويه الجزيرة واللي قاعد تقول الجزيرة. أنا أقول هل من العدالة, هذا بختم الآن, هل من العدالة, هل من الإنصاف أنه يعني ينقال علينا كل هالكلام اللي سمعتوه؟ هذا مضروب مو في 10, ما أدري, مضروب في 50 في 500 كلام ما ينقال على الكويت وأهل الكويت في الجزيرة. هل من العدالة والإنصاف بعد كل هالكلام أنه إحنا أهل الكويت نعفو ونسامح ونقض البصر ونقول من أجل عين تكرم ألف عين وعشان أهلنا اللي في قطر ولا نرفع قضية؟ وعلى خبر في الجريدة شيخ حمد والخبر نفسه حاطين تكذيبة أو نفية من مكتبكم مكتب المحاماة, ترفع قضية وقبلها قضية وقبل القضية قضية وسيل من القضايا. عسى الله يهديك قصبا عليك بعد هاي ما فيها شيء. عسى الله يهديك قصبا عليك بعد لحد يقص عليك ويقول لك هذه مسبة. ترى أهلنا أمهاتنا لا يزعلوا من عيالهم أو إذا شافت شيء من ولدها ما تحبه ولا ترضى ويغثها قالت عسى الله يهديه قصبا عليك, أو فلان عسى الله يهديه قصبا عليك. ترى ما فيها شيء, وعسى الله يهدينا كلنا قصبا علينا, وأنا عسى الله يهدينا قصبا علي. شكرا على متابعتكم. خلصنا. عسى الله يحفظكم يا أهل ديرة, ما مثل ديرتكم ديرة, وعسى الله يحفظك يا ديرة ما مثل أهلك أهل ديرة. شكرا, مع السلامة.